مساء الخير. بقالنا فترات طويلة بنتكلم عن البحث العلمي وضرورة الاهتمام بيه. كل دولة متقدمة عالميا وراها بحث علمي متقن ومصروف عليه كويس جدا، بمعنى ان جزء كبير من ميزانية الدولة بتروح لصالح البحث العلمي فقط. وكتير جدا كان في شكاوى من تكدس براءات الاختراع في الأدراج، بمعنى العقول موجودة لكن مفيش اهتمام كافي. طيب يا ترى البحث العلمي ايه سبب تأخره؟ هل هو ضعف التمويل المادي ولا غياب الإدارة اللي دورها الأساسي كشف المواهب والصرف عليها؟ أكيد عوامل كتيرة، بس خلينا نعترف إن في الفترة الأخيرة ومع وجود جامعة زويل على الأقل بدأنا نشعر بأن مصر على الطريق. لكن النهاردة المؤتمر الكبير الخاص بالبحث العلمي وضع إجابات لكل التساؤلات اللي بتطرح في هذا الموضوع. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح المؤتمر القومي للبحث العلمي واللي عقد تحت شعار إطلاق طاقات. الرئيس أكد أن الهدف ليس مجرد تحسين ترتيب الجامعات المصرية، بل هو مؤشر لجودة التعليم والمعرفة. الرئيس أكد كمان على أن البحث العلمي يعد خيارا استراتيجيا لتجاوز مختلف الصعوبات اللي بتعترض خطط التنمية. أما دكتور خالد عبد الغفار فأكد أن في تصريحات له نقلتها جريدة الشروق النهاردة بأن موازنة البحث العلمي زادت من 17 مليار ل 21 مليار جنيه مع اختلاف مصادر التمويل. أكيد محتاجين نعرف تفاصيل أكتر. خلونا نرحب بدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عنك. أهلا وسهلا. هل نقدر نقول أن احنا بدأنا نخطو خطوات جادة نحو النظر إلى أهمية البحث العلمي في مصر؟ بكل التأكيد، يعني اللي شفناه النهاردة ومش حقيقي النهاردة، يعني منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدون مبالغة يعني خالص بكل إنصاف، هناك اهتمام غير عادي بالبحث العلمي. البحث العلمي زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة في يعني مشكلتين كبار قوي في البحث العلمي في مصر. التمويل كانت مشكلة ودي اللي كنا بنتكلم عليها كتير قوي، لكن برضو أهم من التمويل زي ما حضرتك ذكرت هي إدارة البحث العلمي، وإن يكون في قيادات وكفاءات عندها القدرة للكشف عن الابتكارات والاختراعات ودعمها واحتضانها إلى أن تصل إلى منتجات في الأسواق. المؤتمر القومي للبحث العلمي إطلاق طاقات المصريين هو الهدف منه تسليط الضوء على بعض الإنجازات في منظومة البحث العلمي في السنوات الأخيرة. بدأنا نتكلم على تسويق مخرجات البحث العلمي، عن تسويق براءات الاختراع، عن تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات متعددة. أهم ما يميز المؤتمر أنه بالإضافة إلى الكلمات والعروض والأرقام اللي عرضها معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار في وجود السيد الرئيس، هو المعرض المصاحب. المعرض المصاحب ده كان بنقول العروض اللي احنا شايفينها المبهرة دي في المعرض بنشوفها منتجات على أرض الواقع. لما كنا بنتكلم في مجال الطاقة والمياه، السيد الرئيس شاف في المعرض أكبر محطة لمركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه تم إنشائها ببرج العرب وفتحها منذ أسبوعين تقريبا بتمويل حوالي 22 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي. محطة بتحول حرارة الشمس إلى طاقة حرارية عالية جدا بتستخدم في تبخير المياه المالحة وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء. مثلا ده نموذج على أرض الواقع، محطة على 12 سدان. لأول مرة بنشوف من المخرجات، طبعا مصر بتنشئ محطات طاقة شمسية ومركزات طاقة شمسية كبيرة طبعا، وآخرهم المحطة العملاقة في أسوان، لكن احنا بنتكلم عن محطة من مخرجات منظومة البحث العلمي المصرية. بنتكلم عن محطة نسبة المكون المحلي فيها لا تقل عن 70%. بنتكلم عن محطة القائمين على إدارتها وتصميمها وتشغيلها هم شباب مهندسين وفنيين مصريين وطبعا وأساتذة مصريين. السيد الرئيس برضو دايما كان بينادي، لو تذكري حضرتك أطلق مبادرة راح نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ودعم الابتكار والمبتكرين. فكنا النهاردة بقى بنوري بعض النماذج، بعض المبتكرين اللي تم احتضانهم في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كان عندهم أفكار مبتكرة. الآن هؤلاء المبتكرين أفكارهم تحولت إلى منتجات بتباع في الأسواق المصرية وبتصدر إلى 11 دولة في العالم منهم ألمانيا. حضرتك تخيلي ده كلام مش كلام مرسل، ده حقيقة. والمنتجات موجودة في السوق واخدة اعتماد من الاتحاد الأوروبي. في حركة، يعني في حركة. يمكن لسه الناس مش شعرة بمردود البحث العلمي، لكن البحث العلمي حاليا على الطريق الصحيح.
طيب خليني بس عايزه استفسر على حته مهمه جدا. دكتور خالد عبد الغفار قال ان موازنه البحث العلمي زادت من 17 مليار ل 21 مليار جنيه مع اختلاف مصادر التمويل، ايه هي بقى مصادر التمويل المختلفه دي؟ لا، هي مصادر التمويل في الوقت الحالي 99% منها هو تمويل حكومي من الدولة، لكن برضو خلينا نعترف ان احنا عندنا في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على سبيل المثال بنحصل على جزء من تمويل البحث العلمي من خلال منح تنافسية من الاتحاد الأوروبي. يعني الأكاديمية حصلت في الأربع سنوات الأخيرة على ما يقرب بمنح ب 500 مليون جنيه منح من الاتحاد الأوروبي، اللي منهم نفذنا محطة برج العرب لمركزات الطاقة الشمسية. لكن القطاع الخاص المصري مشاركته في دعم البحث العلمي وفي تمويل البحث العلمي حقيقة تكاد تكون معدومة في الوقت الحالي، ودي كانت المشكلة الأساسية اللي احنا بنعاني منها من زمان. كنا دايما بنقول محتاجين رجال أعمال، محتاجين تدخل قطاع خاص، لكن ما كناش بنلاقي. فلسه برضو الدولة هي المسؤولة مسؤولية كاملة على النهوض بالبحث العلمي. ده صحيح، ولكن برضو احنا برضو مش عايزين نلوم القطاع الخاص. القطاع الخاص الاستثمار يعني رأس المال جبان، ومحدش يطلب منهم اكتر من كده. احنا مفروض كمنظومة بحث العلمي نقدم لهم نماذج تطبيقية على أرض الواقع يشوفوها بعينيهم ويقيموها بنفسهم ويعملوا لها دراسات جدوى بواسطة الخبراء، ولما يقتنعوا هم هيستثمروا. لأن حضرتك استيراد التكنولوجيا أصبح مكلف للغاية في الوقت الحالي، ولازم نعرف ان رأس مال الدول ورأس مال الشركات متعددة الجنسيات هو في الملكية الفكرية. يعني حضرتك الشركات العملاقة اللي بتسيطر على اقتصاد العالم رأس مالها مش مباني واطيان واصول وكذا. انت حضرتك احنا هنروح بعيد ليه؟ اكبر شركة للنقل في مصر ما عندهاش عربية واحدة، يعني عارف حضرتك ازاي؟ فرأس المال دلوقتي بقى هو الفكر، بقى هو البحث العلمي، بقى هو الملكية الفكرية. بس اعتقد الدعاية يا دكتور للابحاث العلمية الموجودة عندنا هي اللي ممكن تخدم القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص يتبنى مشروع يحس ان هو هيخدمه. على سبيل المثال البرنامج اللي كان برعاية البحث العلمي او الوزارة نفسها، وزارة التعليم والبحث العلمي، اللي هو مصر تبتكر، ده قدم نموذج او القاهرة تبتكر قدم نماذج مهمة جدا، وكان في رعاية من القطاع الخاص. يعني لقى اللي هو عايزه، فانت بتقدم له او اعلان على ان احنا عندنا براءات اختراع كتيره جدا 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 ممكن تهمك. فاعتقد ان احنا محتاجين اكتر واكتر ان احنا نروج لبراءات الاختراع اللي ما زالت اعتقد حبيسه للادراج. احنا عندنا عقول جميله، مش عايزينها تهاجر. لا، ده حقيقي. يعني متفق مع حضرتك تماما. احنا محتاجين الاعلام والاعلام العلمي. اصل هو منظومه البحث العلمي، بس عشان تبقى الناس متخيله، هو ليس فقط الجامعات والمراكز والمعاهد البحثيه والقائمين عليها سواء كانوا بيديروا البحث العلمي او بينفذوا البحث العلمي. هو ليس فقط التمويل، هو الضلع الثالث والاهم هو المجتمع، والمجتمع اللي بيشكل فكره وقناعاته واهتماماته هو الإعلام. الإعلام العلمي له دور كبير جدا 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 في تهيئة المجتمع، تهيئة المجتمع وخلق بيئة مشجعة للبحث العلمي وتحفزهم. احنا انا بقول لحضرتك احنا كأكاديمية بحث علمي وتكنولوجيا بنسعى بكل الطرق وبأفكار يعني جديدة شوية على منظومة البحث العلمي. عملنا برنامج مصادقات القاهرة تبتكر عشان تسليط الضوء على المبتكرين ومنافسات وجوائز. بنحاول نخاطب الشباب بفكرهم، يعني عارف حضرتك ازاي؟ لعل النهاردة يا دكتور يكون بداية أمل جديدة لكل ما لديه اختراع. اللي احنا عندنا دايما عقول الحقيقة بنبقى زعلانين انها بنتحرم منها وبتهاجر للخارج. فلعل هذا المؤتمر يكون يعني بداية كده ان شاء الله لتبني عقول جديدة واختراعات جديدة وبحث علمي جديد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي على هذه الأطروحات. ومعنا كمان على الهاتف دكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية. مساء الخير يا دكتور. في البداية يعني تبقى للهيئة الدولية البريطانية لتقييم التخصصات الأكاديمية والجامعات، تصنيف جامعة الإسكندرية كان متقدم عن كل مرة، يعني ترتيبها جاء 318 على مستوى العالم. إيه اللي ممكن تكون بتقدمه الجامعة عشان ترتيبها يتقدم على المستوى العالمي؟ مساء الخير يا فندم. الحمد لله يا فندم، اهلا بحضرتك. احنا الجامعه عملنا القواعد الجديده عشان نشجع شباب الباحثين والباحثين في جامعه اسكندريه ان هم ينشروا في مجلات مرموقه عالميا ويكون لها رانك. وهو ده الحقيقه من ضمن الحاجات اللي احنا عملنا حافز ماديه لليونسو في اعلى 50 مجله في كل مجال، لحافز ماديه كويسه بحيث ان احنا نقدر نرفع الرانك بتاع الجامعه. بالاضافه الى التعاون مع ابناء جامعه اسكندريه موجودين في الخارج، في تعاون كبير
بين ابناء جامعه اسكندريه الموجودين في الخارج، علمائنا الموجودين في الخارج وصلوا في جامعات عالميه، وعلمائنا الموجودين في الداخل في تعاون كبير جدا موجود بيننا وبينهم. وحطينا مجموعه من الحوافز برضو للي بيتم التعاون مع احد ابناء جامعه اسكندريه او حتى المصريين الموجودين بصفه عامه خارج جامعه اسكندريه موجودين في الجامعات العالميه. حطينا برضو حوافز ماديه وحوافز اخرى لاستعداد الباحثين عندنا علشان يتم التعاون مع العلماء في الخارج. ده كل ده بيرفع من رانك جامعه اسكندريه، بالاضافه الى المشروعات اللي موجوده في جامعه اسكندريه المموله من الاتحاد الاوروبي، عندنا في ايراسموس وراسموس بلس ورايزن 2020، في مجموعه كبيره جدا من المشاريع المموله من الاتحاد الاوروبي، بالاضافه طبعا المشاريع المموله من الاس دي اف صندوق العلوم والتكنولوجيا المصريه. بيمول برضو جزء كبير جدا من الابحاث في جامعه اسكندريه. ده ادى الى زياده الابحاث بتاع جامعه اسكندريه المنصوره عالميا، وبالتالي حصل تقدم في الرانك بتاع جامعه اسكندريه. الف مبروك ويا رب دايما اسكندريه في تقدم. ممكن استغل وجود حضرتك معانا وطمنا على محافظه اسكندريه لانها بلدي اولا، يعني بعد الحادث النهارده هل الدنيا بامان؟ احنا عارفين في خطه تصويتيه في محافظه اسكندريه لا يستهان بها، واكيد وجود عدد كبير جدا من السلفيين زي ما حضرتك عارف، يعني اسكندريه وعارفه ان في عدد كبير جدا من السلفيين لا يستهان به موجود في اسكندريه، فده حائط صد بيحول دون تقدم العملية الانتخابية. هل اسكندرية بخير يا فندم ولا في أي قلق بعد الحادث النهاردة؟ لا يا فندم، اسكندرية بخير والأوضاع رجعت زي الأول بالضبط، والناس ماشية في الشوارع، ما فيش أي قلق في الشارع، بل بالعكس الحادثة اللي حصلت النهاردة زودت من إصرار الناس على أنها تنزل الانتخابات إن شاء الله وتأدي دورها الانتخابي، والأوضاع رجعت زي ما كانت قبل الحادثة مباشرة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام الكرجي رئيس جامعة الإسكندرية. الحقيقة أنا كنت قصده أن الدكتور يتكلم عن هذا الموضوع، لأن الإسكندرية بالذات لما تعمل أي حادث أو تحاول تخوفهم أو ترهبهم بيزدادوا إصرارا وبينزلوا ويبقى عندهم حالة إصرار. إسكندرية بخير، ما حدش يقدر يقرب لها ولا أي محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية. مصر بخير ودايما يا رب تحيا مصر إن شاء الله. روزان يوسف الحقيقة عملت حوار مهم جدا مع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لأن في رهان أو الرهان القادم هو على البحث العلمي. هو أكد أن تصنيف الجامعات المصرية سيشهد تطور ملحوظ في يونيو القادم، وزي ما سمعت طبعا من رئيس جامعة اسكندرية أن في تصنيفات مهمة جدا لابد أن تخضع لها الجامعة عشان توصل أو تصل للتصنيف العالمي. عبد الغفار تحدث أيضا عن الجامعات الجديدة وفندها إلى جامعات كندية، مجرية، سويسرية، إيطالية، أوكرانية بالعاصمة الجديدة، وأكد كمان أن رسوم الكليات الأوروبية بالجنيه ولن تتجاوز المدارس الدولية، وكمان قال أنه سيتم تخصيص كوتا للمتفوقين بالجامعات الأجنبية. تشجيع بقى لكل المتفوقين، لانه كانوا بيقولوا دايما ان كان في تفوق كده ورسوم تفوق احنا كنا بناخدها في الجامعات، اتلغت شويه لكن هي رجعت تاني. كويس قوي. على الانتخابات الرئاسيه اللي خلاص كلها يومين وهتبدا، اول يوم هيكون بعد بكره يوم الاثنين. اليوم السابع عملت ملف خاص عن الانتخابات وقالت فيه او سردت كل التجهيزات اللي موجوده علشان تتلافى اي ازمات من الممكن ان تعترض الانتخابات. في تفاصيل مهمه جدا، يعني استعدادات القوات المسلحه الداخليه لتامين اللجان الانتخابيه، مش بس كده، كمان في خطه مروريه لمنع التكدس خلال سير العمليه الانتخابيه. للصحه كمان دفعت ب 2887 سياره اسعاف علشان تحافظ على كل الناس. إن شاء الله هتبقى أحلى 3 أيام في تاريخ مصر. الأخبار نقلت عن وزارة التربية والتعليم إن الإجازة الممنوحة خلال الانتخابات الرئاسية لطلاب المدارس اللي بيها لجان فقط، لكن المدارس التانية اللي ما فيهاش أي لجان انتخابية ما فيش فيها أي إجازات. يا جماعة عشان لسه الناس بتسأل لغاية دلوقتي عندهم أمل إن بكرة الموضوع يتغير؟ ما فيش أمل. بكره برضه هيتم التاكيد على ان الاجازه لطلاب مدارس المقرات الانتخابيه فقط. وهنطلع بفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. هنروح سريعا لفقرة الكاريكاتير. وأول كاريكاتير من الأخبار وهو بريشة الفنان عمرو فهمي عن فوز بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية. اليوم السابع ده كاريكاتير لمحمد عبد اللطيف عن المشاركة في الانتخابات.
وده من الواشنطن بوست عن فضيحة تسريب البيانات الشخصية من الفيسبوك. الصحف العربية كمان اهتمت بالموضوع ده، يعني الاتحاد الإماراتية عملت كاريكاتير بريش الشريف عرفة عن نفس الموضوع وهو التسريب عن على الفيسبوك. ومن الشرق الأوسط كاريكاتير عن اتفاق السلام والحوثيين. الاندبندنت كاريكاتير عن حرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. بورصة الصحافة النهاردة أفضل صورة صحفية كانت من الدستور بعد ست محمد عطا، وهي تحت عنوان برا الشبابيك هموم. عن أبرز ما جاء في الصحف العربية والدولية، الصحافة العالمية سلطت الضوء عن مباراة المنتخب الوطني أمام البرتغال اللي أقيمت أمس وانتهت بفوز البرتغال 2-1. جريدة إس الإسبانية اللي قالت أن مباراة مصر والبرتغال شهدت مواجهة خاصة جمعت بين كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وانتهت لصالح نجم ريال مدريد اللي أنقذ منتخب بلاده من الهزيمة، وده طبعا بعد ما نجح في تسجيل هدفين متتاليين بالوقت القاتل. وأضافت الصحيفة أن قرار كوبر المدير الفني المنتخب المصري باستبدال محمد صلاح قبل نهاية المباراة ب 12 دقيقة ومشاركة شيكابالا بدلا منه رجح كفة المنتخب البرتغالي في ظل بقاء كريستيانو رونالدو على أرض الملعب. صحيفة تابولا البرتغالية في المقابل بقى أشادت بالنجم كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، وقالت إن هدف رونالدو منح البرتغال فوزا مجنونا. وقالت الصحيفة أنه رغم تقدم المنتخب المصري بالنتيجة إلا أن رونالدو تمكن من تحويل النتيجة لصالح منتخب بلاده. يعني واضح إن في تحيز غير عادي. صحيفة آي الصادرة عن صحيفة الاندبندنت كتبت تقرير عن العثور على جدارية لحتشبسوت. خلي بالكم في اهتمام عالمي غير عادي بكل ما يجري على الساحة الأثرية، أي اكتشافات يمكن بيعرفوها سريعا أكتر مننا بالخارج، في اهتمام غير عادي. وهتلاقوا كمان معمول تقليد في إسبانيا للمتحف المصري، في فرنسا برضو كل الدول بيبقى فيه مسلات وحاجات بياخدوها من عندنا. الحقيقة في تشبيه كبير قوي للحضارة المصرية الفرعونية تحديدا، وفي اهتمام كبير قوي. التقرير ده قال انه تم التعرف على جدارية نادرة لحتشبسوت اللي حكمت مصر من آلاف السنين. الجدارية دي كانت في مخازن متحف سوانزي في ويلز 40 عام قبل التعرف عليها، كانت في المتحف ده في المخازن. وتم التعرف على الجدارية في مركز المصريات في جامعة سوانزي أثناء دورة بحثية لطلبة السنة الثانية لقسم المصريات، وكانت الجدارية دي قد وصلت إلى سوانزي عام 71. بتصور بقى رأس امرأة وتم النقوش عليها كتابة بالهيروغليفية، وفي رمز على جبهة المرأة بيدل على أنها لفرعون حاكم. دي كانت منشطات النهاردة، غدا إن شاء الله منشط جديد مع رانيا هاشم. إلى اللقاء.